السلام عليكم. يشكل مشروع مركب الحديد والصلب مجمع تشده بولاية بشار والموجه لتثمين المشروع الضخم لاستغلال الخام الحديد بمنجم غار جبيلات إذن في ولاية تندوف. إذن يشكل هذا المشروع محل تحضيرات مكثفة حاليا تحسبا للأشغال تاع الإنجاز واللي المقرر إطلاقها نهاية هذه السنة يعني في 2023 حسب ما علم المسؤول القطاع والإنتاج. إذن هذا الأثنين. وأوضح مدير القطاع أن إطلاق أشغال هذا المشروع الصناعي الهام الذي سيتضمن دعما هاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية بشار وتندوف والمقررة قبل نهاية السنة الجارية يوجد في صلب التحضيرات التقنية والإدارية. إذن وأكد المسؤول ذاته بقوله لقد أنهينا حاليا مرحلة التحضير للشروع الفعلي في إشغال تجسيد هذا المشروع والذي سوف ينطلق على مستوى المنطقة الصناعية المسمى التوميات والواقعة حوالي 40 كيلومتر شمال مدينة بشار. وتقدر التكلفة المالية لهذا المشروع بلا 1 مليار دولار وقد أسند إنجازه إلى المجمع الصيني يتكون من 3 شركات صينية عملاقة وكذلك بالشراكة مع الشركة الجزائرية الوطنية للحديد والصلب فيرال. وسيوجه المشروع هذا لإنتاج قضبان السكك الحديدية وكذلك الهياكل المعدنية وسيضم أيضا العديد من وحدات معالجة وتحويل الحديد وكذا كذلك سوف يكون يحتوي إلى وحدة لإنتاج العربات لنقل الموارد الحديد من منجم غار جبيلات نحو بشار وإلى كذلك باتجاه مركب الحديد والصلب في بطيوة بولاية وهران. وتحسبا لتجسيد هذا المشروع العملاق المقرر استلامه في 2026 تم تخصيص وعاء عقاري من قبل الولاية قوامه حوالي 1000 هكتار وهي قابلة للتوسيع إلى 3000 هكتار على مستوى كما قلنا المنطقة الصناعية المسمى التوميات وذلك في بداية هذه سنة 2024 وكذلك يجري إنجاز محول كهربائي ضخم بطاقة نتاع 440 كيلووات من قبل الشركة الجزائرية للتسيير ونقل الكهرباء إحدى فروع مجمع صنع الغاز. والمشروع هذا تكلفته هي تقدر بحوالي 4 ملايير دينار جزائري وسوف تستجيب للحاجيات من الطاقة الكهربائية في مختلف مراحل الإنجاز والاستغلال لهذا المشروع الضخم نتاع إنتاج كما قلنا منتجات الحديدية وتحويل الخام الحديد الخام. إذن وفي نفس الإطار يرتقب كذلك إنجاز محطة لتموين الغاز بالغاز الطبيعي بطاقة يعني بهدف تلبية الحاجيات من الطاقة الحيوية للمركب الصناعي المستقبلي. وفيما يتعلق أيضا بحاجيات المياه لذات المشروع سيتم تموينه يوميا انطلاقا من عديد من المصادر المائية لا سيما منها المشروع الجديد لتحويل المياه الألبانية من يعني حقول الآبار. إذن وكذلك معالجتها في محطة لتصفية المياه المستعملة ببشار والتي من المقرر وضعها حيز الخدمة قبل نهاية السنة الحالية. يعني المصنع هذا والمركب هذا سوف يستعمل مياه نتاع الألبانية
اللي تجي من اعماق يعني الجوف الارض، وكذلك سوف يستعمل المياه المسترجعة من المحطة نتاع معالجة المياه في يعني محيط مدينة بشار. وكذلك فيما يخص خطوط النقل بالسكك الحديدية، فإن من المقرر إنجاز خط فرعي يربط ذات المركب بخط سكك الحديدية ببشار وهران، والذي سيسمح بنقل منتجات المركب نحو ميناء أرزيل وهران حسب ما أوضح من جهتهم مسؤولو الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الإنجاز الاستثمار في السكك الحديدية. إذن لا نسيت صاحبة المشروع العملاق الخط السكك الحديدية بشروع، وهذا اللي يدخل في إطار مشروع كبير بشار تندوف إلى غار جبيلات والممتد على مسافة 950 كيلومتر. إذن هذه هي كل الحيثيات تاع المشروع الضخم تاع استغلال المد الخام الحديد تاع غار جبيلات، وكذلك المركب لتحويل الحديد المزمع إذن إنشاؤه في بشار. وكل هذه يعني المرحلة تاع الدراسات الفعلية قد يعني انتهت، وننتظر الانطلاق نتاع تجسيد المشروع هذا في بداية سنة 2024، يعني في الانطلاقة الفعلية بعد ما تمت كل التحضيرات وتمت اختيار الشركة المنفذة للمشروع وكل الفاعلين الوطنيين في هذا المشروع المتكامل والضخم، بروجي انتجري كما يسمى. إذن كل هذا تم التحضير له، وما تبقى إلا العملية نتاع الانطلاق في المشروع في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة حسب ما أكده المسؤول الأول لشركة الإنتاج الحديد بالجزائر فريال السيد بوزيان، هذا هو المسؤول الأول للمشروع هذا. إذا نخلكم تتابعون، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.